اهلا بحضراتكم، حلقه جديده. والنهارده برضو برحب بصغار الاطباء اللي ان شاء الله يكونوا اعظم اطباء في الدنيا، منوريني النهارده. الحقيقه الاسبوع اللي فات بعد عرض الحلقه بتاعت الشرخ الشرجي جالي ردود افعال كتير جدا واسئله كتير جدا، وكتير قوي طلبوا مننا نتكلم عن مرض البواسير. الحقيقه نسبه البواسير فعلا عاليه. مع البحث في كتب التاريخ لقينا واقعة مهمة قوي حبيت أبدأ بيها النهاردة. كلنا نعرف طبعا نابليون بونابرت. نابليون بونابرت القائد العظيم للجيوش الفرنسية خسر معركة اسمها ووترلو. ابحثوا كده عن معركة ووترلو نابليون بونابرت. تخيلوا يا جماعة ايه سبب خسارة المعركة؟ ان نابليون كان عنده بواسير. انا عارف ان الموضوع كوميدي شوية، بس دي حقيقة وحقيقة تاريخية. نابليون بونابرت كان عنده بواسير، وتخيلوا هذه البواسير أدت إلى خسارة معركة. النهاردة هنتكلم على أمراض البواسير. هي تمدد دموي. تمدد دموي بيجي مع السترين أو بنقول عليها الحزق. أثناء الحزق خصوصا مع الإمساك. هنا الإمساك هو أخطر علامة لحدوث البواسير. ومع الأسف بيحصل معاها نزول دموي. وهنا بنعتبر، شايفين يا جماعة احتقان دموي موجود في هذا الجدار في الصورة الموضحة ازاي؟ نزول الدم هو مصاحب لمرض البواسير. وعلى فكرة احنا بنعتبر البواسير هي المتهم الأول دائما لنزول الدم من الشرج. فضل. في أنواع البواسير ودرجاتها. سؤال مهم، ايه أنواع البواسير ودرجاتها؟ الحقيقة في فيديو برضو أنيميشن لطيف جدا هعرض لحضراتكم فكرتها، والهدف يا دكتور إن احنا نعرف درجات البواسير حدد طريقة علاجها. بصوا معايا الأنيميشن ده. البواسير هي احتقان دموي اللون الأزرق. اللي خارجة دي اسمها بواسير خارجية، مغطاة بطبقة جلدية، وعلى فكرة بتبقى مؤلمة جدا للعيان. البواسير اللي بتطلع من جوه قناة الشرج بنسميها بواسير داخلية. والحقيقة البواسير الداخلية ليها 4 درجات، وركزوا يا دكاترة وجمهوري، الدرجات هيتوقف عليها العلاج بعد كده. درجات أولى ودرجات تانية هي عبارة عن بواسير داخل جدار الشرج ممكن تعمل نقطة دم. الدرجة التالتة هي بواسير بتبدأ تخرج بره قناة الشرج وترجع يدوي بس، ولكن الدرجة الرابعة بتبقى بالكامل البواسير خارجة من فتحة الشرج. وعلى فكرة دي بداية السقوط الشرجي الجزئي. مشكلة مشكلة بواسير قصة. السؤال دلوقتي، احنا بنعالج البواسير ازاي؟ البواسير عشان نعالجها حسب الدرجة بتاعتها. اذا كانت البواسير من الدرجات الاولى اللي هي داخل قناة الشرج، بنكتفي جدا بمراهم وكريمات ونظام غذائي، حاجات بسيطة جدا وتنتهي مشكلة كبيرة جدا عند العيان، مشكلة نفسية قبل ما تكون مشكلة جسدية. لو بواسير من الدرجات الثالثة اللي هي بتنزل وبتطلع يدوي، علاجها بيكون الليزر. وهنا الليزر عامل طفرة كبيرة جدا. لو حبينا نتكلم على تاريخ عشان نتعلم كلنا تاريخ علاج البواسير، بدأت بالجراحة. الجراحة فيديو قدامنا عملية استئصال. تخيل يا جماعة انت داخل في الصورة دي بمشرط عشان تشيل نموذج دموي في العيان. تخيلوا داخلين على الجزء ده علشان نزيل كيس دم. طبعا العيان بينزف بعدها، وعلشان النزيف يتوقف بيضطروا مع الأسف بعد الجراحة، الكلام ده قديم جدا، إلا بعض المناطق البسيطة جدا اللي لسه بتستخدم الجراحات، عشان يوقف النزيف بنضطر نستخدم باك أو شاشة، أو إخواتنا العرب يسموه عويل أو فتيل، ليها مصطلحات كتير. المهم في الآخر شاشة قد كده بتتحط جوه العيان، أعتقد شيء مؤذي جدا.
أثناء خروج الشاشة مؤلم جدا. وعلى فكرة ذكرياتنا معاه مش حلوة. أنا أذكر أبقى في البيت أسمع حد بيصرخ في العمارة اللي جنبنا، في إيه يا جماعة؟ يقول أصل ده عامل بواسير. طب ما يعني، طب وبعدين؟ التاريخ أصبح وحش. بدأ مع الطفرة يطلع البديل، وبدأ جهاز الدايثيرمي الكي، بس ده مش ليزر. طب إيه الحكمة منه؟ بدأوا يعملوا إزالة لعملية البواسير بالتردد الحراري. أعتقد كده النزيف وقف، ومفيش نزيف، ومش هنحتاج لفتيل ولا عويل. بس في مشكلة. المشكلة بتقول إن الجهاز التردد الحراري هو كي كهرباء، هو حرق. حرق أثناء الإزالة زي ما بيزيل جزء من الجسم زي ما بيلسع العيان. معقول؟ أخدرك عشان ألسعك وأقومك؟ أعتقد الكلام ده بقى قديم قوي. مع ظهور الجديد بدأ يظهر الليزر، وما زلنا النهاردة برضو جايبين لحضراتكم جهاز ليوناردو. الليزر هو أحدث أفكار العلاج. طب ليه؟ عن طريق جهاز ده الليزر أعتقد مفيش نزف، يبقى مش هحتاج فتيل، مفيش الآلام العنيفة المصحوبة بالصراخ اللي كنا بنسمع عليها. في بعض الآلام ولكن مقبولة، وبمسكنات مع سيستم غذائي العيان نقول له مبروك وانتهت مشكلة كبيرة عندك. هل الموضوع انتهى؟ لا، لسه ما انتهى. ليه بقى؟ لأن في الصورة دي الانيميشن ده مهم جدا، بيوضح لنا دخول الليزر وقد ايه بنعمل انكماش لكيس الدم. انا هنا داخل بالمنظار، بدخل بالقسطرة، وعن طريق دخول القسطرة احنا دلوقتي داخلين بالليزر يا جماعة، بنبدأ ندخل لعنق البواسير مع طلقات الليزر. خليكم فاكرين الحجم الموجود قدامنا ده، وشوفوا هيوصل لإيه بعد نهاية عملية البواسير. بيحصل له انكماش، انقباض. بالشكل ده نتخلص من البواسير عن طريق الليزر، والأمور تكون مقبولة. العيان، والجملة دي قلناها في الحلقة اللي فاتت، العيان مع الأسف بيجي متأخر، العيان ما بيتشخصش بسرعة. كانت النتيجة إيه بقى؟ إن في بواسير درجات رابعة. بعض الحالات تقول لي والله يا دكتور خارجة مني زي الوردة. عذرا، ده أنا بعتذر للوردة، أنا بعتذر، بس ده اللفظ اللي قاله العيان واللي دارج مع العيان. خارجة مني يا دكتور زي الزهرة والله. طبعا ده معناه إنها وصلت إلى مراحل الليزر لوحده ما ينفعش، بنضطر نستخدم حاجة اسمها الدوبلر. مع استخدام جهاز الدوبلر، في أنيميشن هنا للدوبلر كويس قوي يوصل فكرتنا. ده الدوبلر، احنا بنسمع الشريان المغذي للبواسير، وعن طريق خيوط رفيعة جدا. وناس كتير بتقول الغرز دي تتفك امتى؟ يا جماعة غرز ايه اللي تتفك؟ الخيوط دي بتمتص تلقائي بعد ما يتم عملية ربط الشريان المسؤول عن البواسير. بعد ما يتم ربط الشريان تماما، بنعمل عملية رفع للبواسير. احنا بنحكي على بواسير من الدرجة الثالثة للرابعة. بنبدأ دلوقتي حالا اهو، خيوط، نبدأ نرفع. الخيط هيبدأ، ادي ستيتش، غرزة، ادي التانية، الثالثة، الرابعة. الحكمة ايه من السلسلة دي؟ ان احنا التمدد الدموي نرجعه مرة اخرى بدون فقدان لأنسجة. شوفوا يا جماعة الصورة دي وركزوا فيها. بصوا الخيوط لما ترفع بيحصل ايه للبواسير؟ بيحصل عملية ارتفاع لكيس الدم. طبعا بعد ربط ده، هنا الجهاز بنأكد بيه ان بعد ربط الشريان ما بقاش العيان عنده مشكلة. الحقيقة تكنولوجي عالي اسمه THD، او ببساطة لجمهورنا هو استخدام الدوبلر بعد الليزر. طب يا دكتور في حالات أعنف وأعنف، في ناس بيسيبوا نفسهم لما يخرج البواسير منهم وتتحول إلى سقوط جزئي. السقوط الجزئي مع الأسف، وبنقول لهم الكلام ده، انتوا سبتوا نفسكم، انتوا الغلطانين. السقوط الجزئي بنضطر نستخدم له الدباسة. الحقيقة رحلة طويلة أنا قلتها. طيب إيه حكاية الدباسة؟
ممكن نشوف برضو انيميشن كده يوضح لنا ايه دور الدباسة في العلاج. احنا بندخل بالمنظار ببساطة شديدة، ده لو بواسير من الدرجات الرابعة المتدلية او سقوط جزئي عن طريق منظار، بندخل بالدباسة، ده لسه المنظار بتاعنا، بندخل بالدباسة وعن طريق خيوط معينة بناخد كل الأنسجة المتدلية يا جماعة ونحطها في كب. الكب ده بيتم عن طريقه إزالة البواسير مع التدبيس في نفس الوقت. في ناس كتير جدا بتسأل الدباسة يا دكتور بيقول عليها وحشة، حقيقة هي وحشة. أنا دكتور وائل بعد إذنكم بقول لكم أيوة الدباسة وحشة يا جماعة. إحنا بنستأصل جزء من الجسم بدبوس، بكل النتيجة تليف بسبب الدبوس. العيان بيجي بضيق شرجي، أنا بقول لكل اللي سمعني اللي هيعمل دباسة لازم يعرف إن احتمال كبير يدخل عمليات تانية يتعمل له عملية توسيع شرجي. طب وإنت ليه عالجتنا بالدباسة يا دكتور؟ لأن حضرتك انتظرت على مرضك، انتظرت على مرضك لحد ما وصل للدرجات اللي ما بقاش ينفع نعالجها غير بالدباسة. أتمنى ما أكونش أطلت على حضراتكم، أتمنى أكون خدتكم رحلة ما بين البواسير الدرجات الأولى اللي تتعالج بالأدوية، البواسير الدرجات الثانية والثالثة أحيانا بالليزر، البواسير الدرجات الرابعة اللي ممكن جدا عن طريق الدوبلر، والبواسير المتدلية أو السقوط الشرجي الجزئي عن طريق الدباسة. أتمنى المعلومة تكون وصلت حضراتكم ببساطة. مع نهاية حلقتنا في أي سؤال أو استفسار؟ تفضل. لو سمحت يا دكتور، المريض بيقلق شوية من الألام اللي بعد العملية. صحيح. يعني حابين نوضح برضو للسادة المشاهدين يعملوا إيه بالظبط. حقيقي سؤال مهم. أولا من فضل حضراتكم، أي حد بيعمل عملية يقول لك ما فيش ألم بعد العملية فهو كاذب. لا طبعا. إزاي؟ إحنا بنعمل ليزر عشان ما بقاش في ألم يا دكتور، الكلام مش مظبوط. اللي بيعمل ليزر في عينه شوية تراب لو جم في عينه بيعملوا فيها ايه؟ التهاب. الضوء، ضوء الشمس مع الليزر يعمل ايه؟ ألم. تلاقي العيان لو عامل ليزر عملية بسيطة جدا يا جماعة، ليزر في عينه شوية ضوء بيجوا على وشه يخلوا عينه تحمر، يعني تلتهب، ينزل منها دموع، يعني إفراز، وده اللي بيحصل بالظبط بعد عمليات الليزر في الشرج. انت بتنزل براز ستول، مادة مش لطيفة، لما تنزل على نسيج ليزر هتعمل الحرقان، هتعمل الإفراز. نتجنب الكلام ده ازاي؟ نلتزم بالأدوية المسكنة، المضادات الحيوية، النظام الغذائي 21 يوم. النظام الغذائي مهم جدا. بس يا دكتور أنا من الناس اللي بتدلع وما بطقش الوجع. لينا الحل وهوري حضرتك الحل. الجهاز ده اسمه جهاز تسكين ألم. بنجيب مجموعة أدوية مسكنة قوية وبنوصل الجهاز ده في كانيلا في إيد العيان. الجهاز ده يا جماعة اسمه PCA، يعني Patient Control Analgesia. باختصار Patient يعني المريض، Control يتحكم أنالجيزيا في ألامه في مسكنه، يعني العيان لما يلاقي عنده الوجع يستخدم الجهاز ده، مفيش وجع ما يستخدموش، وبركبه لحالتنا. طيب ازاي يقدر يستخدمه؟ ببساطة شديدة، في لوك اهو، لو الكاميرا تجيبها في لوك هنا. العيان مش تعبان اتفضل اقفله، العيان تعبان اتفضل افتحه وهو متصل بالكانيلا بتاعت ايده. طيب يا دكتور ما طالما الجهاز لطيف كده ما تيجي نسيبه على طول مفتوح يخلص في 6 ساعات، لكن هنقفله ونفتحه كل ما نبقى تعبانين يقعد معانا يومين ثلاثة. الحقيقة النظام الغذائي، الأدوية، جاكوزي بنديه للعيان يقعد فيه بعد العمليات علشان يقدر يخلي الأمور بسيطة ولطيفة، مع جهاز تسكين ألم، كل دي سبل وطرق تخلي العملية تعدي بسلام من غير ألم. وأحب أختم الحلقة بجملة تاني قلتها، اوعى تدي ودنك لحد يقول لك هعمل لك عمليه ومفيش الم. لا، في الم، ولكن اسمع اللي يقول لك علاج الالم يبقى ازاي.
أشكر حضراتكم، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة، ونشوفكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة إن شاء الله. شكراً.